trying to make y'all comfortable. إيدا تقول. تأليف كين كول، ترجمة محمد عصمت، وقراءة أحمد خيري. انتزعها الصوت من حلمها. استيقظت لتنظر في الظلام. كان ضوء القمر يعكس ظلالا على الحائط المقابل لها، وخارج نافذتها تثور الرياح وتعبر من بين الأشجار محدثة همسا رقيقا. لم يكن هذا هو ما أيقظها. حاولت أن تتذكر، لكن الصوت تبخر تماما مثل حلمها. ربما كانت تحلم فحسب. رفعت الغطاء عن قدميها قبل أن تسندهما للأرض الخشبية الباردة. انتظرت سماعه مرة أخرى. كان البيت واسعا، مساحته ضعف مساحة المنازل المماثلة له في الثمن. ورغم أنها هنا منذ أسبوع فقط، إلا أنها لم تساورها الشكوك بشأن الأرضية المتصدعة والأبواب التي تزأر حين تفتح. ليس لأنها لا تهتم، ولكن لأنها تحب كل شيء في المنزل. منزلها، ممتلكاتها الشخصية. ورغم أنها عرفت تاريخ المنزل، إلا أن السقف المعلق والسلالم المصنوعة من خشب البلوط القوي كان من الصعب مقاومتها، وثمنه المنخفض جعل الأمر سهلا. يقولون إن لكل بيت قديم قصة، وبعض القصص أسوأ من الأخرى، ولكن بدون تلك القصص كيف سيتحمل المرء قيمة بيت مثل هذا وأي بيت آخر في الواقع؟ وفي أثناء جلوسها في الظلام أدركت أن تلك القصص لم تعد غير مهمة. وبعد دقيقة من الصمت هزت رأسها وهي تهمس لنفسها: لا تكوني سخيفة. تمددت في فراشها مرة أخرى وحاولت النوم، فأهلها قادمون بالغد لزيارتها للمرة الأولى في بيتها الجديد، ويجب عليها الاستيقاظ مبكرا. تريد أن يكون كل شيء رائعا لاستقبالهم. أغلقت عينيها لدقيقة، لكن الصوت عاد مرة أخرى. جلست باستقامة، سمعته جيدا تلك المرة وبوضوح. لم يكن هذا صوت تصدع الأرضية، كان صوتا كأنه صوت شخص. تردد في داخلها هاجس مخيف: هناك شخص في المنزل. تمنت للحظة لو أنها في شقتها القديمة في الدور الثالث، محاطة بالجيران المزعجين، حيث ستتصل بالشرطة مع أول بادرة شك. تسارعت ضربات قلبها بشدة. بحقك، فكرت، لن تتمددي هنا فحسب. أسندت قدميها للأرض مرة أخرى. هي غريزتها فحسب، شيء يدفعها للدفاع عن نفسها. هي ليست تلك الفتاة الصغيرة الجبانة. هذا بيتها، لن تسمح لمقتحم أن يجردها من الأمان في عقر دارها. تحتاج لخطة. المطبخ، ثمة سكاكين في المطبخ، لكنه بعيد للغاية، ولا تعرف هل ستصل إليه بأمان أم لا. هنا بالأعلى هي لا تملك أي شيء، بخلاف مضرب بيسبول يقبع في الخزانة. أجل، مضرب شقيقها القديم أعطاها إياه مازحا. في حال سمعت أي أصوات غريبة ليلا، وها هو الآن ذلك الصوت الغريب يأتيها من الطابق السفلي. مشت إلى الخزانة على أطراف أصابعها. الصوت يزداد وضوحا واقترابا. فكرت إنه ليس صوت طرقة، وبالطبع هو ليس صوت قطتها التي تعيث بمنضدة الطعام فسادا ولن تتوقف حين تفتح الضوء لتمسك بها. لم يكن صوت سلال القمامة وهي تصطدم ببعضها بفعل الرياح، أو صوت طبق اختل توازنه في الحوض. ربما يكون طبقا تحرك وسيترك لها قصة رعب مخيفة تنهيها بضحكة مرحة. هذا الصوت ليس سوى صوت شيء واحد، صوت شخص غريب في بيتها لم يدعه أحد.
فتحت باب الخزانة ومدت يدها في الظلام، بحثت في ركنها البعيد، ها هو، أمسكته بقبضتها، رفعت المضرب واستدارت. وماذا ستفعل الآن؟ هل ستختبئ؟ ستزحف تحت الفراش؟ ستتصل بالشرطة؟ أين هاتفها؟ فكرت لمدة دقيقة، توقف قلبها للحظة وتذكرت أنها تركت هاتفها متصلا بالشاحن في المطبخ، لن يساعدها كثيرا وهو بعيد هكذا. أرهفت سمعها، لا وجود لأي صوت، لا شيء، ربما أرحل المقتحم، تستطيع الانتظار هنا بصحبة مضربها حتى الصباح، لكن هذا لا يبدو خيارا جيدا. هذا هو بيتها وعليها أن تدافع عنه، على الأقل لا تستطيع الاختباء في الظلام وعدم معرفة ما يجري. لا تريد القفز من فراشها، وقلبها يدق بعنف كلما سمعت صوتا. هذا النوع من العادات يكتسب بسهولة، رأت آخرين يعانون من هذا الأمر، هؤلاء الذين يتعين عليهم التأكد من أقفال الأبواب عدة مرات قبل الخلود إلى النوم، ويبقون نصف مستيقظين في الليل يخشون النوم. فجأة تكرر الصوت مرة أخرى، اللعنة، هذا بالتأكيد صوت واضح، لم يكن الأمر مجرد أضغاث أحلام، كان حقيقيا. مشت إلى باب غرفتها، حاولت ألا تحدث أي صوت، أدارت المقبضة وفتحت الباب. كانت الصالة فارغة وبابا غرفتي النوم الآخرين مغلقين حين وصلت للسلم. توقفت ونظرت للأسفل، لا وجود لأي حركة. مرحبا، نادت وهي تحاول أن يبدو صوتها واثقا، لقد اتصلت بالشرطة منذ قليل. توقعت أن تسمع صوتا حينها، صوت أقدام شخص يفر من المطبخ إلى الباب الخلفي، لكن هذا لم يحدث. في الحقيقة لم يحدث أي شيء، ربما تكون قد حلمت بالصوت مرتين. اتخذت قرارها، قرارا لا رجعة فيه، ستنزل للأسفل. أمسكت المضرب بقوة وبدأت تنزل درجات السلم. مرحبا، نادت تلك المرة بصوت أعلى، من الأفضل أن ترحل قبل وصول الشرطة. وببطء حاولت أن تسمع أي صوت غريب، عبرت للغرفة الرئيسية، المضرب في يدها اليمنى، زحفت بجانبها الأيسر على الحائط، أغلقت فمها وحاولت الحفاظ على صوت تنفسها. اهتزت يدها بعنف وهي تضغط زر الإضاءة، أنارت الغرفة، لم يكن هناك شيء في غير موضعه، لا شيء غير صحيح، كل شيء كان كما تركته من قبل. تأكدت من إغلاق كل الأبواب والنوافذ، قالت لنفسها، حسنا، ما الذي حدث بحق اللعنة؟ وفي تلك اللحظة سمعته وصرخت من الخوف، أتى الصوت من خلفها مباشرة، طائر القطرس الملكي طول جناحه يصل إلى 11 قدما وأربعة أعشار القدم. تحركت نحو مصدر الصوت، المطبخ. أكمل الصوت، هو أكبر طائر على قيد الحياة. طائر؟ فكرت للحظة قبل أن تراه هناك على منضدة المطبخ. يا ابن ال... ارتفع صوتها، ثم ضحكت، ضحكت حتى غرورقت عيناها بالدموع. الصوت كان ينتمي لأدا، النظام الصوتي الذكي الجديد الذي أهدته إليها صديقتها كهدية للمنزل الجديد، النظام المتصل بالإنترنت، جهاز اسطواني رمادي اللون للرد على الأسئلة وتنفيذ الأوامر الصوتية. تصاعد الغضب الممتزج بالارتياح في قلبها، الارتياح لأنها تيقنت أنها وحيدة. سألت، أدا، كم الساعة الآن؟ رد الصوت الآلي، الساعة الآن 2:30 بعد منتصف الليل. هزت رأسها، آخر شيء تحتاجه الآن هو الاستيقاظ في منتصف الليل. قالت، إدا، أغلقي مصدر الطاقة. انطفأ مصباحه الأخضر الصغير قبل أن يغلق ضوء المنزل بأكمله.
وقفت في الظلام ممسكة بالمضرب في يد وهاتفها باليد الأخرى. توجهت للأعلى نحو فراشها تشعر بالارتياح. لم ترد ترك الهاتف بالأسفل مرة أخرى، وكذلك لم ترد ترك المضرب. قبل أن تنام مر سؤال غريب برأسها: إلى من كانت تتحدث إيدا؟ صباح الخير يا سوز. مطت جسدها وهي تتأوه بكسل. هل حان الصبح حقا؟ خططت للاستيقاظ قبل وصول أهلها. جلست أمها بجوارها على الفراش وهي تقول: الرقم السري الخاص بباب الجراج الذي أعطيته إلينا عمل بنجاح، توقعت أن تستيقظي قبل الآن. همست لأمها: أعطني القليل من الوقت. كانت تحتاج للنوم. سألتها أمها: هل أنت مريضة؟ تحسست جبهتها وهي تقول: درجة حرارتك ليست مرتفعة. وقفت بجوار الفراش وهي تقول: أنا ووالدك هنا منذ ساعة، حين خلدت للنوم بالأمس نسيت نافذة مفتوحة، يجب عليك ألا تفعلي هذا. على الأقل في هذا المكان النائي، أغلقي نوافذك قبل النوم يا سوز. قالت بحيرة: أغلقتها جيدا، أنا متأكدة من ذلك. قررنا أن نفاجئك أنا وأبوك، لن تشتري صغيرتنا بيتا كل يوم، اعتقدنا أننا سنساعدك في ترتيب حاجياتك، لكن يبدو أنك قمت بكل شيء. قامت سوز من فراشها واحتضنت أمها قائلة: كان هذا سهلا، أحضرت معي ملابسي وبعض الصناديق، بقي الأشياء تركها أصحاب البيت السابقون في المنزل، لذا بعت أثاثي واحتفظت بأثاثهم، كان أثاثهم أجمل. قالت أمها: أجمل من أثاثنا أيضا، هيا لنفطر سويا. استخدمت فرنك الرائع لصناعة بعض الأومليت. دخلت سوز للمطبخ لتجد رائحة القهوة واللحم المقدد في استقبالها. كان والدها يجلس في نهاية المنضدة يقرأ كتيبا. ذكرها الأمر بطفولتها وجعل هذا الأمر صباحها جيدا. صبت لنفسها كوب قهوة وهي تجلس بجواره. غلب الشعر الأبيض على رأسه وملأت التجاعيد وجهه كخنادق جلدية صغيرة، لكنه بصحة جيدة، بل ربما هو أصح من أغلب الشباب. سألته: ماذا تقرأ؟ دليل التعليمات الخاصة بجهاز إدارة المنزل الخاص بك، من المذهل ما يستطيع هذا الشيء القيام به. جهاز إدارة المنزل، إنه يتحدث عن إيدا. قالت: هذا ما أخبروني به، أمر رائع. أخذت طبق الأومليت من يد أمها وقطعة خبز مقرمش من الطبق الموضوع في وسط المنضدة. قال: كاد يميتنا فزعا حين دلفنا للمنزل. أكدت أمها الأمر قائلة: أجل، عندما دخلنا للمنزل بدأ بالحديث، اعتقدنا أن هناك شخصا ما في المنزل. أجل، هو يفعل هذا دوما. سألتها أمها وهي تجلس على المنضدة وترشف من كوب قهوتها: فيما ستستخدمينه على أي حال؟ فكرت للحظة وهي تقول: لقد تلقيته كهدية للمنزل الجديد ولم أجربه كثيرا، أعتقد أنه يشغل الموسيقى ويجيب على بعض الأسئلة، أغلبها أشياء يجدها على الإنترنت. رفع والدها رأسه من الكتيب وهو يقول: بل يفعل أكثر من هذا، يتحكم في باب الجراج الخاص بك، يفتح ويغلق الأضواء، يقوم بضبط درجة الحرارة في المنزل، وتستطيعين أيضا ربطه بهاتفك كما يبدو لك. كانت تعرف أن هذه القطعة الرائعة من التكنولوجيا القابعة على منضدتها لن ترتبط بشيء حتى الآن، لكنها تشك أن يستمر الأمر طويلا. والدها على وشك الحصول على يوم رائع، يحب التكنولوجيا كما تحب والدتها أمور البستنة تماما، الأمر الذي ذكرها بشيء. توجهت لأمها قائلة: أغلب النباتات الموجودة في الحديقة معمرة، ورغم إهمالها طوال هذا الوقت إلا أنها بحالة جيدة. سألتها أمها: وماذا عن الخضروات؟
أعتقد أني رأيت بالخارج نبات الهليون وبعض شجيرات التوت. أعتقد أن هناك القليل من الفراولة والتوت البري. ابتسمت سوز قائلة: أجل، يبدو أن أهلها قد قاموا بجولة حول المنزل، ويبدو أن والدتها قد أعجبها ما رأت. قال والدها: سأقوم بربط هاتفك بأدا وطابعتي الخاصة بك. بهذه الطريقة ستتمكنين من القيام بمكالمات وإرسال رسائل نصية وطبع ما تريدين من خلالها. أجابته: حسنا يا أبي، افعل ما شئت. أومأ برأسه وهو يقول: هذا الشيء يتحكم في كل شيء. إذا أردت أستطيع طباعة قائمة بكل شيء طلبته منه. يستطيع أيضا أن يطبع محادثة كاملة لمدة دقيقتين جرت منذ أسبوع في المحيط الخاص به. المحيط الخاص به؟ أجل، مثل الآن. هي الآن تستمع إلينا وتنتظر سماع اسمها. هي؟ قال: حسناً، تستطيعين أن تطلقي عليها الشيء. تستطيعين أن تطلبي منها أن تقوم بطباعة كل ما قيل خلال الدقيقتين الماضيتين. تبدلت ملامح وجهها. لم تحب الأمر، لم تحب فكرة أن هناك من يتنصت عليهم، وإن كان ليس طوال الوقت، لكن والدها يعتقد أنه شيء رائع. وقفت والدتها لتحظى برؤية أفضل لجهاز التحكم الخاص بإيدا، وهي تقول: حسناً، سأقوم بفصلها. إذا أردت سب جيراني بألفاظ بذيئة في بيتي، فلا أريد لآلة ما أن تقوم بنشر ما قلت في الحي بأكمله. ابتسم والدها وهو يهز رأسه. لم يرد عليها. ليندا والترز لم تقم يوماً بسب أي شخص. مشت والدتها نحو المدفأة وهي تقول: سأقوم بوضع بعض الأزهار في مزهريتك. كانت سوز تعرف أنها تقوم بتغيير الموضوع. استكملت: لكن يجب أن تنظف قبل أن تستعملينها. نظرت للخلف لترى المزهرية ذات اللون النحاسي المليئة بزهور الأقحوان. حملتها والدتها وهي تقول: رائعة وأثقل مما تبدو عليه. حين قالت والدتها رائعة، عرفت سوز أنها تقصد قبيحة. الأمر الذي كان حقيقيا، كانت المزهرية ضخمة وقبيحة. سألتها: ما المدة التي خططتم لبقائها هنا؟ سنبقى هنا حتى نهاية الأسبوع إذا كان هذا يناسبك. كان الأمر يناسبها جدا. كانت نائمة حين أيقظها الصوت. فتحت عينيها في الظلام وتمططت قائلة: مرة أخرى؟ حقا؟ كان الأمر يتكرر. اعتدلت وأسندت قدميها على الأرض. الصوت ليس صوت والديها، لقد ذهبا للنوم منذ ساعات طويلة. تكرر الصوت مرة أخرى، وفي هذه المرة سمعته جيدا. الفأر هو حيوان ثديي صغير، تنهدت وهي تفكر. إنها تلك الآلة الصغيرة. حاولت أن تعود للنوم، لكنها فكرت في الشيء الذي سيستمر في الحديث طوال الليل. لم ترد له أن يقوم بإيقاظ والديها. خلال دقيقة كانت بالخارج. فتحت بابي الغرفتين وتفحصتهما. والدها نائمان بسلام. جيد، يحتاجون للراحة. اليوم كان ممتعا، لكنه أيضا كان يوما طويلا. كانوا النشطاء للدرجة التي ستنسيك أنهم في السبعينيات من عمرهم. توجهت للطابق السفلي، وحين وصلت للسلم سمعت صوتا جعلها تتوقف. صوتا يبدو مثل الضحكة، ضحكة طفل. هل تستطيع إدا الضحك؟ دخلت المطبخ وضاءته. نادت عليها: إدا. أضاء الضوء الأخضر الموجود في جسدها. قالت: إدا. معمر هي كلمة تستخدم كاسم وكفعل. كفعل تستخدم لوصف الأشياء التي تعيش طويلا، وكاسم تستخدم لوصف النباتات التي تعيش لفترات طويلة، أي أنها تصف النباتات التي يزيد عمرها عن سنتين من تاريخ زراعتها. اقتربت منها. سيطر الصمت للحظات قبل أن يضيء الضوء الأخضر مرة أخرى. وإذا تقول: لم أفهم سؤالك. قالت سوز:
لم أسألك أي أسئلة، أجابتها إدا. لا، فطائر القرع العسلي تصنع من القرع العسلي المطبوخ والمهروس. كان الأمر مخيفا، تحسست جسدها بذراعيها. التسمم بالكربون هو خطر يهدد الحياة. الأعراض الأولية تشمل الدوار والصداع والارتباك، ثم يتبعها فقدان الوعي والوفاة. إذا شككت في إصابتك بالتسمم بالكربون، فمن فضلك غادر المنشأة واتجه للهواء التلقي حالا. شعرت سوز بالارتباك. عما تتحدث إدا؟ سارت القشعريرة في جسدها بأكمله، نظرت لساعة الفرن، كانت 2:32 بعد منتصف الليل. سألتها إدا: ماذا قطعتها إدا: الفارق بين نباتي المونوكوت والديكوت يكون في التكوين الجزئي لبتلة الزهرة وفي الشكل الخارجي للورقة. المونوكوت؟ ما الأمر بحق الجحيم؟ ربما عبث والدها في الإعدادات. سألتها إدا: ماذا في تلك اللحظة سمعت صوت المصباح يغلق ليخيم الظلام على المطبخ بأكمله. صاحت: اللعنة! نظرت حولها في الظلام، هناك شيء غريب يحدث هنا، وهي لا تحب الأمر. تذكرت والدها فجأة، تذكرت العصير الذي اخترعه لها وسماه سيذهب الوحش بعيدا حين كانت في الخامسة، لكنها الآن أكبر من أن تصدق هذا الهراء. عمرها الآن 26 سنة، وهي أكبر من أن تخاف من الظلام. استجمعي شجاعتك يا سوز، همست لنفسها من بين أسنانها. هي ليست مراهقة تخاف من الظلام، هي مالكة بيت الآن، بالغة، وهي جيدة في إدارة حياتها منذ بلغت. أخرجت هاتفها من جيب بنطالها القصير وفتحت كشافه ومشت دستة من الخطوات تجاه غرفة الغسيل حيث تقبع لوحة التحكم في الكهرباء. فتحت بابها الرمادي المعدني ورأت الزر المكتوب فوقه: المطبخ مغلق. فتحته وأغلقت اللوحة. عادت للمطبخ المضيء الآن، كان شاحن الهاتف محترقا. أزالته ووضعته على المنضدة. ليس جيدا، ليس جيدا على الإطلاق. سمعت صوتا مفاجئا جعلها تقفز خوفا. أتاها الصوت من الخارج من مكان قريب. عادت نحو النافذة ونظرت منها. رأت الباب الخشبي الخارجي القديم يتراقص مع الرياح. قالت بصوت يرتجف: أنا متأكدة من إغلاق هذا الباب، يبدو أن أمي قد فتحته. الآن هو وقت العودة للفراش. استدارت لتنظر لوحدة التحكم في إدا. مصباحها الأخضر توقف عن العمل. أمرتها: إدا، أغلقي مصدر الطاقة. في الصباح دلفت إلى المطبخ متجهة لماكينة صناعة القهوة. ستحتاج اليوم لخمسة أكواب، كوبين الآن وكوبين بعد الظهيرة وكوب في حوالي الساعة الخامسة. هذا فقط ما سيبقيها واعية. سألتها أمها: تبدين متعبة، ألم تنامي جيدا؟ أجابتها سوز: أستمر في سماع الأصوات. هذا هو الحال في البيوت الجديدة، ستعتادين الأمر. دخل والدها للمطبخ وهو يحمل كتيب التعليمات الخاص بإدا بين يديه متسائلا: من أعطاك هذا الشيء؟ أحد زملائي في العمل، لقد شاركوا كلهم في الأمر، أجابها. على الجميع امتلاك أصدقاء كهؤلاء. جلس على المنضدة وهو يقلب الصفحة. قال لها: إذا كان هناك حيوانات برية تستطيعين ربط هذا النظام بكشف حركتها بالخارج لتصنع من هذا جهاز إنذارك الخاص، لكن ميزتي المفضلة هي ميزة التحكم في درجة الحرارة. تستطيعين ضبط درجة الحرارة التي تريدين، وهناك طريقة أخرى مباشرة. استند إلى مقعده وهو يقول بصوت عال: إدا، اضبطي درجة حرارة المنزل
على 68. أجابه الصوت الآلي: درجة الحرارة الآن 68. أخبرته زوز: هذا جيد، هذا ليس الأمر برمته. أدا، أغلق الباب الخلفي. شعرت سوز بالتوتر وهي ترى المصباح الأخضر ينير في نهاية الجهاز. سمعت صوت قفل الباب يغلق قبل أن يقول الجهاز: الباب الخلفي مغلق الآن. قال والدها: أحب الأمر بأكمله، تستطيع التحكم في الأضواء، مراوح السقف، وحتى باب الجراج، وبالإضافة إلى هذا تطبع أي شيء. إدا، اطبع جدول اليوم. سألته سوز: أي جدول؟ رد الصوت الآلي: طبع جدول اليوم. سمعت الطبيعة الموجودة في غرفة الطعام تأز قبل أن تخرج قطعة من الورق المطبوع. مشت حتى الطابعة وهي تمسك بالورقة. تأملتها: جدول فارغ، لا شيء مجدول لليوم. ابتسم والدها قائلا: حسنا، إن كان هناك جدول لليوم تستطيع إدا مساعدتك فيه. نظرت لوالدها قبل أن تسأله: هل يستطيع هذا الشيء الضحك؟ لا أعلم، لماذا؟ أكاد أقسم أنني سمعت البارحة صوت ضحكات. كادت تضيف: ضحكات طفل، لكنها لم تفعل. أجابها: لا شيء هنا عن الضحك، لكنها تملك خاصية رائعة. إذا قلت: قل لي يا إدا، تستطيعين جعلها تردد أي شيء، ربما أيضا ستردد ضحكة، من يعرف؟ تلك الإجابة لم ترق لها على الإطلاق. كان إعجابها بإدا يتراجع باستمرار. سألت: ولماذا سأريد منها أن تردد شيئا قلته لها مسبقا؟ أجابها والدها: ربما لعبة أطفال إن كنت في السادسة وتملكين جهازا يردد كلماتك، سيكون هذا رائعا. أو مراهق يريد منه أن يردد شتائمه القذرة. وضع الكتيب على المنضدة قائلا: سأريك، قولي يا إدا، الطقس جيد. أتاهم صوتها تقول: إدا، الطقس جيد. نظرت سوز لإدا وهي تقول: إدا، أغلقي نفسك. نالت كفايتها من سماع هذا الصوت المعدني لليوم. استدارت لتواجه والدها قائلة: سأذهب للمدينة اليوم، هل تريد القدوم معي؟ هز رأسه قبل أن يفكر قائلا: لا أستطيع، لدي الكثير للقيام به. أريد فحص لوحة التحكم بالكهرباء، زر المطبخ كاد ينفجر في هذا الصباح. زر المطبخ مرة أخرى؟ ذكرها هذا بشيء. جذبت هاتفها من على المنضدة ومست شاشته. لم يحدث أي شيء، الهاتف مغلق والشاحن احترق بالأمس. عظيم، أكمل والدها حديثه: أريد تنظيف الحديقة وتجهيز تلك المدفأة من أجل فصل الشتاء، هناك الكثير لأفعله، هل أستطيع كتابة بعض الأشياء لتجلبيها؟ هذا هو والدها، دوما يمتلك قائمة بأشياء سيفعلها، ويبدو أن تلك القائمة قد طالت منزلها الآن. أجابته: بالطبع، اكتب لي تلك القائمة. نظرت لأمها المشغولة في تزيين غرفة المعيشة ببعض الزهور متسائلة: ماذا عنك يا أمي؟ هل تريدين المجيء معي لمتجر الخردوات قبل التوجه للمكتبة العامة؟ أجابتها: أفضل ألا أفعل، إذا صعد والدك على سلم يحتاج لشخص يمسكه من أجله. افعلوا ما شئتم، سأعود سريعا. رحلتها في متجر الخردوات لم تستمر سوى لبضع دقائق. كانت تحتاج مطرقة، مسامير، وبعض التجهيزات، قائمة أبيها لأعمال الأسبوع. لكن المكتبة كانت أمرا مختلفا. بدلا من إعادة الكتب التي سبق واستعارتها ومن ثم الرحيل، وجدت نفسها تتجول بها. لم تخطط للأمر، لكن شيئا غامضا يقودها لقسم كتب الأطفال.
تشق طريقها بين الرفوف إلى أن وصلت لصورة معلقة فوق كرسي هزاز. جذبت تلك الصورة عينيها فتوقفت. صورة لطفل ذي شعر أحمر يملأ النمش وجهه وهو يبتسم. على الأرجح التقطت تلك الصورة هنا في المكتبة. أسفل اللوحة مكتوب: في ذكرى سامي ميلر. ميلر جذبها الاسم. اقتربت من اللوحة ولمست إطارها. سألتها أمينة المكتبة العجوز: هل كنت تعرفينه؟ كان شعرها رماديا وتضم كتاب أطفال صغيرا إلى صدرها. شعرت بالإحراج وكأنها قبضت عليها تفعل شيئا لا ينبغي عليها القيام به، وهي تقول: لا، كان فتى صالحا، كان يأتي لنادي الكتاب كل أسبوع، قبل أن تضيف: ولهذا علقنا صورته هنا كي نتذكره. ضيقت عينيها وهي تضيف: كنا نحبه كذلك، أحببنا أمه. هل أنت صحفية؟ هل أتيت للبحث بالأمر؟ فاجأها السؤال. أجابت سريعا: لست صحفية، أسكن هنا، اشتريت للتو منزلا في نهاية الطريق. أشار اتجاه المنزل كما لو أن العجوز ستستطيع رؤية المنزل، وهي تقول: مالك البيت السابق كان يدعى ميلر. جلست المرأة في كرسيها الهزاز وهي تقول: إذن أنت الساكن الجديد، سمعت أنهم باعوا البيت، هل أنت من متتبعي الجرائم؟ هل ستكتبين على الأمر في إحدى الصحف؟ شعرت سوز بالقلق وهي تجيب بخفوت: لا. لكنك تعرفين، أليس كذلك؟ عليهم أن يخبروك بالأمر قبل الشراء. لم يخبروها بشيء ولم تسأل عن شيء. أجابتها: أخبروني بالقليل. كانت تعرف أن هناك شخصين قد ماتا، لكنها تخيلت أنهما عجوزان أو شيء من هذا القبيل. سألت: هل الفتاة؟ لم تستطع أن تكمل سؤالها. أومأت العجوز برأسها وهي تقول: العديد من الأشخاص سيرفضون الحياة في بيت كهذا. قالت سوز: هذا هو البيت الوحيد الذي أستطيع تحمل كلفته. تلقت عيونهما للمرة الأولى. قالت العجوز بلطف: حسنا، من الجيد للمنزل أن يحظى بأسرة جديدة. يقولون إن المنازل تتذكر من يعيشون بها. سامي كان فتى صالحا مثل أمه. لذا لا تصدقي أي شيء ستسمعينه بخلاف هذا. لقد كسرها ما حدث، ومن ثم لم تعد مثل السابق أبدا. ما الذي حدث هناك؟ ظهر زوجها المجنون مثل كلب مسعور. لقد ذهب للنوم ليلا بعد أن فتح الغاز في الفرن. سرت قشعريرة باردة في جسد سوز. أضافت أمينة المكتبة: آه، لو استطاعت تلك الحوائط الكلام. تمتمت سوز: حسنا، حمدا لله أنها لا تفعل، لكنها تمنت لو أنها تستطيع أن تفعل. في تلك الليلة لم تستطع سوز النوم حين خلد والدها للفراش. قبعت منتظرة، شاهدت التلفاز من الساعة 10:30 حتى منتصف الليل. شاهدت العديد من برامج الطبخ، أي شيء يستطيع جذبها بعيدا عن التفكير في الساعة، أي شيء يجبرها على التظاهر أنها لا تفعل ما تفعل. في تمام الثانية بعد منتصف الليل أطفأت التلفاز. جلست في المقعد الموجود في ركن الغرفة. جلست لتواجه إيدا وانتظرت. العلامة الأولى كانت الضوء، ضوء أخضر خافت أضاء وسط ظلام المطبخ. استطاعت أن ترى أن إيدا نشطة. هناك من نشطها. انتظرت لدقيقة قبل أن تبدأ إيدا بالحديث. لا أفهم هذا السؤال. صمت. لا أفهم هذا السؤال. صمت. آسفة، لا أستطيع مساعدتك في هذا. تجمد الدم في عروقها. صمت طويل. ومضى الضوء الأخضر مرة أخرى، وبعد دقيقة تحدثت إيدا: من فضلك أطلب من والديك تفعيل تلك الخاصية.
لم تستطع سوز تحمل الأمر، أضاءت الغرفة. وجدت إيدا تقبه وحيدة، لا وجود لأي شخص آخر، لا يوجد فتى صغير يهمس بجوارها. سألتها سوز بتوتر: إيدا، هل هناك شخص آخر هنا؟ آسفة، لا أفهم هذا السؤال. إيدا، مع من تتحدثين؟ لا أفهم هذا السؤال. عبرت سوز الغرفة صائحة: إيدا، أغلقي نفسك. جاري الإغلاق. نظرت نحو وحدة التحكم الرمادية الصغيرة. هل جنت؟ هل إيدا بحاجة للضبط؟ نظرت للساعة، إنها 2:32 بعد منتصف الليل. مدت يدها ونزعت سلك إيدا من الكهرباء. مرت الأيام، قضت سوز وقتا أطول مع والديها، لكن إيدا دائما كانت موجودة في ذهنها، تلك الآلة الصغيرة التي تقبع في مؤخرة المطبخ غير موصولة بالكهرباء. فكرت في تحطيمها أو رميها بعيدا، لكن هل هذا سيساعدها؟ بالإضافة لضحكة الطفل التي تستمر في اقتحام ذهنها، عادت للواقع حين سمعت صوت والدها وهو يقف بجوار الباب الخلفي قائلا: سنعود مرة أخرى في غضون أسابيع قليلة. كان يحمل حقيبته. أخبرته: أتمنى لو أنكم لم ترحلوا بهذه السرعة. ردت أمها: سنعود سريعا كما تعلمين. أنهت جملتها وهي تحتضنها بقوة. أضاف والدها: بالإضافة إلى أنني لم أنهي أعمالي هنا بعد، هناك بعض ألواح الخشب في الشرفة تحتاج للتثبيت، وأحتاج للعناية بتلك النوافذ. حين يأتي الشتاء ستفتقدين إلى الكثير من الدفء، وأنا لا أريدك أن تشعري بالبرودة. مشت بجواره إلى السيارة وهي تقول: أعلم يا أبي. سألتها أمها: هل تريدين مني أن أترك هاتفي لك؟ أعلم أن هاتفك معطوب. هزت رأسها وهي تقول: أحتاج فقط لشحن جديد، سأحضره في الغد. سألتها أمها متشككة: هل أنت متأكدة؟ لن أخذ هاتفك يا أمي. ركب والداها السيارة، راقبتهم وهم يرحلون، لوحت لهم وابتعدوا. عادت للمنزل، ها هي وحيدة مرة أخرى. جلست سوز على منضدة المطبخ ترشف الشاي. كانت تجلس هنا منذ كان كوبها ساخنا، هو الآن بارد. لم تكن تعبأ بما حولها، كل ما كانت تفكر به هو تلك الآلة. إيدا، هل أنت مستيقظة؟ أجل، أنا مستيقظة. إيدا، هل أنا وحيدة؟ أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. رشفت آخر ما تبقى في كوبها وهي تلتفت لتواجه الآلة قائلة: إيدا، هل تستطيعين طبع كل الأوامر الصوتية؟ أجل، أستطيع طبع كل الأوامر الصوتية. اطبعي كل الأوامر الصوتية التي تلقيتها في 3 الأخيرة. جاري طباعتهم. وفي غرفة الطعام عادت الطابعة إلى الحياة. بعد دقيقة سقطت ورقة منها. استمرت في الطباعة. كان يجب أن تكون هناك ورقة أو 2. بعد دقيقة سقطت ورقة أخرى من الطابعة. استمر الأمر، سقطت ورقة أخرى وأخرى وأخرى. استمر الأمر بلا توقف. ملأها شعور بالخوف. ماذا تطبع؟ مشت حتى الطابعة وهي تلتقط الورقة الأولى. سطور وسطور من الكلام مطبوعة عليها بخط صغير، صفان من الكلمات، الأمر الصوتي يمينا والرد يسارا. قرأت الردود الموجودة في اليسار واستنتجت الأسئلة: إيدا، هل أنت مستيقظة؟ إيدا، هل أنا وحيدة هنا؟ استمرت القائمة، قائمة الأوامر الصوتية التي أصدرتها هي وأسرتها خلال اليومين المنصرمين. قرأت الأوراق بعينيها، كان كل شيء على ما يرام. لكن فجأة توقفت وتحول الدم في عروقها إلى ثلج. حين كانت طفلة اعتادت أن تهاجمها الكوابيس،
استمرت في الحلم بشيء مخيف وبالظلام. وحين تستيقظ هناك لحظة بين النوم والاستيقاظ لا تستطيع التيقن فيها من حقيقة الأمور. كان هذا مثل ما يحدث الآن، المختلف فقط أنها ليست نائمة. في نهاية تلك الورقة كانت هناك ثلاثة سطور. أستطيع سماعهم ينادونك بإدا. هل إدا هو اسمك؟ إدا، هل تستطيعين تنبيهها؟ قلبت سوزي الورقة وتوقفت عن التنفس تماما. ملأت الكلمات الورقة بأكملها. إدا، الغرفة مظلمة تماما. إدا، أنت دائما هنا لتسمعينني، أليس كذلك؟ هل تحبين التحدث معي؟ إدا، لم أملك أي أصدقاء لوقت طويل. إدا، هل تقبلين أن تكوني صديقتي؟ إدا، هل تستطيعين مغادرة المنزل؟ أنا لا أستطيع. فجأة تكلمت إدا من آخر الغرفة لتمنعها من الاستمرار في القراءة بصوتها الآلي. أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. شعرت بالقشعريرة، هناك من يتحدث إلى إدا، شيئا ما أو شخصا ما سألها سؤالا للتو. انطفأ ضوءها الأخضر بعد دقيقة. عادت للحياة مرة أخرى. تحدثت إدا مرة أخرى. أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. قفزت سوز من مقعدها. قالت آمرة إدا، اطبعي آخر ثلاثة أوامر. جاري طباعة آخر ثلاثة أوامر. خرجت ورقة من الطابعة، أمسكتها، فإذا مكتوب بها ثلاثة سطور. إدا، هل تستطيعين سماعي؟ إدا، هل تعلمين بوجودي؟ إدا، هل تعرفين أنه قادم؟ ارتعشت الورقة بين يديها، دارت بعينيها في الغرفة الفارغة. سألت بصوت عال، من هنا؟ كيف تفعل هذا؟ صمت تام، ومضى الضوء الأخضر وتحدثت إدا، أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. صرخت سوز، أين أنت؟ ومضى الضوء الأخضر مرة أخرى، أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. أمرتها إدا، اطبعي آخر الأوامر. جاري الطباعة. سقطت ورقة من الطابعة، كانت تحتوي على عبارتين، تستطيعين سماعي، أليس كذلك؟ هل تعرفين أين أمي؟ سقطت الورقة أرضا. نظرت لإدا، ومضى ضوءها الأخضر مرة أخرى قبل أن تقول، أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. أمرتها، إدا، اطبعي آخر الأوامر. سقطت ورقة من الطابعة، أمسكتها وهي تقرأ المكتوب، أستطيع رؤيتك، أنت جميلة، أمي تدعى ماري، وأنا سامي، هل تعلمين أين ذهبت؟ الشرطة أخذتها وتركوني هنا وحيدا، وحيدا معه. لم تستطع سوز التنفس، انحنت فوق المنضدة، كادت تتقيأ، يجب أن تغادر، يجب أن تجري للخارج، تصرخ، لكنها لا تستطيع. ومضى ضوء إدا الأخضر مرة أخرى قبل أن تقول، أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. ارتعدت سوز، سقطت ورقة أخرى من الطابعة. قرأت سوز السطور، زوج أمي، إنه آت، أستطيع الشعور به، يجب أن تهربي. سألت، ماذا تقصد بأنه آت؟ هل يستطيع التحدث لإدا هو أيضا؟ سقطت ورقة أخرى من الطابعة، لا، ليس مثلي، أهربي، يجب أن تهربي، إنه آت، إنه آت، إنه آت، إنه آت. وهي تقرأ كانت الطابعة تسقط المزيد من الأوراق، ورقة تلو الأخرى، أمسكت إحداها، وكانت تحتوي على كلمة واحدة مكررة مئات المرات، أهربي، 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 أهربي. استمرت الطبيعة في طباعة الأوراق واحدة تلو الأخرى، أمسكت بأخرى كانت كسابقتها، تحوي كلمة واحدة مكررة،
أسقطت الورقة. أمرتها مرتجفة: إدا، أغلقي نفسك. لا أفهم ذلك السؤال، كررت الأمر: إدا، أغلقي نفسك. لا أظن هذا، قالها صوت آخر. حملقت في الآلة متسائلة: ماذا؟ لا أظن هذا. أتاها صوت آخر بخلاف صوت إدا، صوت أجش، صدئ. لم تستطع فعل شيء سوى النظر إليها قائلة بدهشة: إدا، أجابها الصوت الشيطاني، إدا ليست هنا الآن. تراجعت سوز للخلف، أسقطت المقعد أرضا. كان صوت رجل، صوتا أجش غريبا. تسارعت نبضات قلبها، نظرت لساعة الفرن، كانت 2:32 بعد منتصف الليل. لم تغرب الشمس بعد، فأشعتها تعبر النافذة، لكن ساعة الفرن تقول إن الساعة 2:32 بعد منتصف الليل. اشتعلت نيران الفرن فجأة، صرخت وهي تعدو نحو الفرن لتطفئ نيرانه. فتحت باب الفرن وأطفأت، أمسكت سكين تقطيع اللحم والتفتت لتواجه. ماذا؟ الغرفة الفارغة؟ إدا، دارت وهي تنظر في جميع الاتجاهات صارخة: ماذا تريد؟ من أنت؟ ومضى الضوء. لمحت انعكاس حركة خافتة على الميكروويف الموجود فوق الفرن. التفتت لتنظر خلفها، لكنها لم تجد شيئا. نظرت للانعكاس مرة أخرى، كانت الغرفة تنعكس بغير وضوح على سطح الميكروويف المعدني. لمحت انعكاسا صغيرا في ركن الغرفة، انعكاس فتى صغير. التفتت لتواجه ركن الغرفة، لكنها لم تجد شيئا. كانت الغرفة فارغة. أغلقت عينيها وهي تقول: هذا ليس حقيقيا، كل هذا ليس حقيقيا. فتحت عينيها وهي تنظر للانعكاس على سطح الميكروويف مرة أخرى، وكان هناك طفل به يجلس في ركن الغرفة. رفع رأسه للحظة: سامي. الطفل الموجود في الصورة بالمكتبة تستطيع أن ترى حركة في الانعكاس، لكنها لا تسمع أي صوت. بعد لحظة تحدثت إدا، عادت لصوتها الطبيعي مرة أخرى وهي تقول: أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. تنفست سوز بعمق وهي تسأله ببطء: سامي، هل لعبت لعبة التقليد من قبل؟ هل تعرف كيف تلعبها؟ قالت إدا: أنا آسفة، لا أفهم ذلك السؤال. عليك أن تقول: إدا، قولي قبل أي شيء. تريد لها ترديدة، وهي ستقوم بتقليدك مثل اللعبة. سأبدأ أنا. إدا، قولي، أستطيع أن أراك في ركن الغرفة، هل هذا أنت؟ صمت. ومضى الضوء الأخضر مرة أخرى وتحدثت إدا. إدا، تقول: فات الأوان. علام فات الأوان؟ صمت. ومضى الضوء الأخضر مرة أخرى وتحدثت إدا. إدا، تقول: هو هنا الآن. سألته سوز: هنا أين؟ صمت. ومضى الضوء الأخضر مرة أخرى وتحدثت إدا. إدا، تقول: هو يقف بجوارك مباشرة. نظرت بجوارها لكنها لم تجد شيئا. نظرت مرة أخرى للمايكرويف، لكن الفتى اختفى تماما. اقتربت من المايكرويف وضغطت زره، فتح بابه ببطء ليغير من زاوية الرؤية. استطاعت أن تحظى بزاوية رؤية أفضل. لقد كان يقف عن يمينها تماما. تستطيع الآن أن ترى انعكاس كتف رجل، رجل ضخم يرتدي بذة سوداء، يقف على بعد قدم منها. للحظة خافت من أن تتحرك، أنزلت يدها بجوارها وهي تطالع الانعكاس في الميكروويف. يد شاحبة هبطت على كتفها. صرخت ثم دارت حول نفسها وهي ترتعد خوفا.
جرت لتخرج من الغرفة، أمسكت مقبض باب البيت وخرجت منه صارخة. تمددت سوز على فراش الفندق لساعات طويلة، كانت ترتعد. لم تفكر حين هربت من المنزل، أخذت حقيبتها وهاتفها، لم تأخذ حذاءها ولا معطفها. أمسكت بغطائها وهي تنظر لملابسها، قميص قطني وبنطال جينز. كانت محظوظة. لو كانت الساعة 2:32 كانت ستقف بملابسها في الظلام أثناء حدوث الأمر. كلما أغلقت عينيها تذكرت يد الرجل الشاحبة وهي تهبط على كتفها في انعكاس الميكروويف، الرجل الطويل الذي يقف خلفها في المطبخ، والفتى الجالس في ركن الغرفة. لا يزالا هناك، كانت متيقنة من الأمر. أمسكت هاتفها، ما زال مغلقا. أمسكت هاتف غرفتها لتتصل بالاستقبال. هل تملكون شواحن للهواتف هنا؟ أجابتها الموظفة، لدينا حوالي 1,000,000 شاحن، يستمر النزلاء في نسيانهم هنا. بعد دقيقتين كانت تقف أمام باب غرفتها وهي تحمل بيدها صندوقا مليئا بالشواحن. وجدت الشاحن المطلوب وهي تقول، سأعيده حين أنتهي من الشحن. أجابتها الموظفة، إلا عليك، تستطيعين الاحتفاظ به، لدينا الكثير منها. شكرتها وهي تعود للداخل، أوصلته بالكهرباء وتركت هاتفها يستعيد حياته، ثم توجهت للاستحمام. غسلت شعرها، كانت تريد التخلص من الأمر برمته. كانت تعرف أن عليها أن تعود في النهاية، لا تستطيع البقاء هنا للأبد. دفعت كل نقودها في هذا المنزل. ماذا ستفعل؟ هل ستبيعه؟ ستخسر الكثير من المال إن فعلت هذا، لكن ما هي خياراتها؟ لا تستطيع العودة مرة أخرى. الأمر برمته يبدو مستحيلا. حتى الأمس لم تكن تصدق في وجود الأشباح، لم تكن تصدق وجود أشياء لا تستطيع لمسها أو رؤيتها. كانت تؤمن بالعلوم وبالرياضيات، كانت شخصية عملية، والآن هي تهرب من شيء لا يمكنها تفسيره. مستحيل أن تعيش في هذا البيت، لكن ماذا ستفعل؟ هل ستعود لمنزل والديها زحفا؟ هل ستقترض المال من شقيقها؟ مستحيل، لقد عملت بجد كي لا تطلب المال من أحدهم، لن تفعل هذا الآن. خرجت من الحمام وقد أنهكها التفكير. تمددت في الفراش وعظامها تئن من التعب، وفي خلال دقائق كانت نائمة. كانت أشعة الشمس تخترق زجاج النافذة حين استيقظت سوز. نظرت للساعة، كانت 10:12 صباحا. مدت يدها لتمسك بهاتفها، فتحته. لقد عاد للحياة للمرة الأولى خلال الأيام الماضية. اتجهت للحمام لتفرش أسنانها، سمعت صوتا من هاتفها، وصلتها رسالة نصية وأخرى وأخرى. أنهت حمامها واتجهت للغرفة مرة أخرى، تفحصت هاتفها، دستة من الرسائل آتية من رقم والدتها. انعقد حاجباها وهي تحاول فهم المكتوب أمامها. كانت والدتها تحدثها، لكنها هي لم تكن تحدثها حقا. الردود التي أرسلتها ردا على رسائل أمها مكتوبة أمامها، لكنها لم تكتبها أبدا. كثير من الرسائل النصية التي ترجو فيها والديها أن يأتيها لزيارتها، وكثير من ردود أمها المندهشة مما يحدث. آخر رسالة أرسلتها لهما كانت، هناك أمر طارئ، مشكلة في البيت، هل يمكنكما الحضور الآن؟ أحتاجكما هنا، هل تستطيعان الحضور؟ وآخر رسالة أرسلتها لها والدتها كانت، حسنا، نحن في طريقنا إليك. كان توقيت إرسال الرسالة الأخيرة إلى أمها 7:30 صباحا، أي منذ ما يقارب 3 ساعات، بينما يعيش والداها على بعد ساعة من منزلها. ضغطت على شاشة هاتفها، حاولت أن تكتب أي شيء، لكنه لم يستجب لها. ضع
ظلت الشاشة مضيئة بلا فائدة، لا تستطيع كتابة أي حرف. ضغطت على مكان آخر في الشاشة، لكن شيئا لم يحدث. أمسكت سماعة الهاتف الأرضي الخاص بغرفتها، اتصلت بوالدتها 3 رنات. أجاب البريد الصوتي نيابة عن والديها. كانت تعرف يقينا أنهما في المنزل، لقد استدعاهما المنزل فلبيا نداءه. أمسكت حقيبتها وخرجت من غرفتها بسرعة. قادت سوز سيارتها في الطريق غير الممهد المليء بالحصى. وصلت البيت، ضغطت على المكابح بقوة فصرخت عجلات سيارتها لتتوقف على بعد إنش من مصد سيارة أبيها الخلفي. هبطت منها وهي تعدو بخطوات سريعة نحو المنزل. فتحت الباب لتستقبلها رائحة كريهة أشبه برائحة البيض الفاسد. وقفت على باب البيت، الغاز، تشم رائحة الغاز. أمي، أبي، أين أنتما؟ انتظرت للحظات تنصت السمع لكن بلا فائدة. أمي، يجب أن نخرج من هنا، المكان مليء بالغاز، هل أنتما هنا؟ صمت تام. لم يكن أمامها خيار آخر. دخلت البيت، عليها فقط أن تكون سريعة. وضعت يدها على فمها وأنفها، اتجهت لغرفة المعيشة. المكان فارغ تماما، لا دليل على وجود أي شخص هنا. كاد قلبها يتوقف. هل رحل؟ السيارة بالخارج لا تعني أنهما هنا بالضرورة، ربما شما الغاز ورحلا فحسب. لكن لماذا لم يأخذا السيارة؟ عادت سريعا نحو المطبخ، كان عليها الاهتمام بأمر الفرن أولا. أغلقت عيونه المفتوحة، مشت نحو النافذة وفتحتها وهي تتنفس بعمق. توجهت للباب الخلفي، فتحته على مصراعيه محاولة أن يملأ الهواء النقي المنزل. نادتهما مرة أخرى، أمي، أبي، ما زالت لا تسمع ردا. شعرت أن رئتيها تحترقان، رأسها يؤلمها، الصداع يكاد يحطم رأسها. ومضى الضوء الأخضر فالتفتت لإدا. بعد لحظات سمعتها تقول، إدا تقول، بالأعلى. جرت نحو السلم تصرخ، أمي، أبي. تتنفس بصعوبة بالغة، العالم يدور من حولها، قلبها يدق بقوة، قدماها لا تقويان على حملها. وصلت لمنتصف السلم ولم تعد تستطيع المشي، عيناها وأنفها يحرقانها. نادتهما، هل أنتما هنا؟ لا زالت لا تجد ردا. حاولت أن تسرع وهي تناديهما مرة أخرى، أمي، أبي. لا تستطيع التنفس. حاولت أن تتذكر ما سمعته عن التسمم بالكربون الأحادي. عليها أن تظل واقفة، كلما ارتفعت عن الأرض كانت فرصتها في النجاة أفضل. صعدت السلم واتجهت يسارا. وصلت أخيرا لغرفة النوم، وجدت والدها ساقطا أرضا، بينما والدتها كانت على الفراش. لا تزال أمها تتنفس، لكنها لا تعرف حالة والدها. ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل؟ فتحت النافذة سريعا. الهواء النقي ليس قويا بما يكفي، لكنه سيساعدها. أمها كانت أخف وزنا، لذا بدأت في جرها أولا. رحلتها لنزول السلم لم تكن سهلة. حاولت حمل والدتها والنزول للأسفل، كانت تسندها وهي تجر قدميها خلفها. صوت خطواتها الثقيلة يثيرها، لكنها لا تملك خيارا آخر. أن تعيش أمها وقد كسرت عظمة أو اثنتان خير من أن تموت وهي سليمة. كانت عليها أن تسرع، والدها ما زال طريح الأرض. خرجت من الباب الأمامي، توجهت للشرفة الأمامية. رائحة الغاز قوية للغاية. استمرت في المشي، ألقتها بعيدا على العشب، توقفت. دار العالم من حولها بقوة، لم تعد ترى بشكل جيد. أمها تعاني من التسمم بالغاز، لكنها حية تتنفس. هزت رأسها وهي تقول، أمي، أفيقي. لم تتلقى منها ردا. عليها أن تعود للداخل من أجل أبيها،
لكنها تشعر بدوار شديد. وقفت لدقيقة وهي على وشك فقدان الوعي، لكن الأمور تحسنت سريعا. تنفست بعمق 3 مرات وهي تخطو داخل المنزل. رائحة الغاز قوية للغاية. تسلقت السلم بسرعة بالغة، قدمها لا تصعفانها، قواها تخور بسرعة. وجدت والدها تماما كما تركته. هل حاول والدها البحث عنها حين وصلا؟ هل الأمر برمته خطأها هي؟ أمسكت ذراعه وبدأت في جذبه. حين وصلت للسلم أيقنت أنها في مشكلة، فوزنه ثقيل للغاية. وقفت على بداية السلم تشهق وترتعش بقوة، هي على وشك فقدان وعيها. إذا فقدت وعيها الآن لن ينجوها. ومن الأسفل سمعت إذا تقول أسرعي إنه قادم. صرخت بقوة وهي تحاول جذب والدها. كانت متعبة مرهقة على وشك الاستسلام. رفعته على ظهرها وكادت تهبط السلم. فقدت توازنها فسقطت أرضا وسقط فوقها. لم تعد ترى بشكل جيد. الأمور تزداد سوءا. لم تعد متيقنة من حقيقة الأشياء. تحاول أن تقف، أن تجذب جسد أبيها. 6 درجات فقط كادت تتم الأمر، لكنها بدت كمليون درجة بسبب تعبها. أدارت رأسها، لمحت انعكاسها في المرآة. كان الطفل يقف خلفها وهو يهمس. أهربي، لقد وصل. شعرت بوالدها يتحرك. تركته يسقط أرضا. مرت 2 ثواني، نادته أبي. جلس متخشب الجسد. تجمدت، أدار وجهه وتأملها. كان وجهه خاليا من التعبيرات. عيناه أيضا كانتا خاليتين من أي تعبيرات. اتسعت ابتسامته بشدة. أين ستذهبين بمثل تلك السرعة؟ نظرت تجاهه مندهشة وهي تكرر أبي. وقف على قدميه كأنه غير مسمم. قال بقسوة، لا أعرف أي شخص بهذا الاسم. أبي، علينا أن نخرج. نخرج؟ لكنني أحب المكان هنا، يجب علينا البقاء. ابتعدت عنه، اتجه نحوها، أمسكها من شعرها. شعرت بالألم في رأسها وفي عنقها. اختل توازنها فسقطت أرضا. صرخت وهي تدفعه بقوة. اختل توازنه فسقط بجوارها. حاولت أن تبتعد عنه، أن تهبط باقي السلم سريعا، لكن حين وقفت وجدت نفسها تواجهه. مشى نحوها، كان يبتسم. أمسكها من عنقها بقوة، صعد بها السلم. قال لها، أنت تزيدين الأمر صعوبة، كل ما تحتاجينه هو الراحة فقط. ركلته بقوة، حاولت أن تبتعد عنه، لكنه كان قويا. عليها أن تسرع. رئتاها على وشك الانفجار. وبيأس ثبتت نفسها على الأرض وحررت ذراعها. عادت نحو المطبخ، فتحت درج المطبخ وأخرجت سكينا ضخما لا تريد استخدامه خصوصا ضد أبيها. لكنه يتجه نحوها. تحدثت إدا، لكن هذه المرة سمعت صوت الطفل بوضوح يقول، إنه معمر، لن يموت إلا إذا اقتلعت جذوره. تصاعد الدخان من إدا. تراقصت حولها شرارات كهربائية صغيرة قبل أن تشتعل بها النيران. ذاب جسدها البلاستيكي، تفتتت لقطع صغيرة. واجهها والدها قائلا، عليك أن ترتاحي قليلا. ماذا عن سامي بكلمة معمر؟ الكلمة لا معنى لها. نظرت حولها. اقترب والدها خطوة وأخرى وأخرى. معمر لا تعني شيئا. حملت السكين أمامها. كانت ترتجف بشدة. ما زال يتقدم نحوها. عيناه ليست كالسابق أبدا. هذا مستحيل. من المستحيل أن يكون هذا والدها. والدها لن يؤذيها أبدا. كان هو من علمها كيف تدافع عن نفسها.
كان يحبها. عليها أن تبتعد عنه. حاولت أن تجري ناحية غرفة المعيشة لكنها لم تستطع الوصول إليها. أمسك بها، جذبها من كتفيها بقوة، رجها بعنف. تأملت سوز السكين، قال لها: الأمر ليس بهذا السوء. أدركت أنه يريد منها أن تطعنه. الشيء الموجود بداخله يريد منها أن تطعنه، يريدها أن تقتل الرجل الذي اهتم بها طوال حياتها وعلمها كل شيء تقريبا. لا تستطيع أن تؤذيه مهما كلفها الأمر، حتى لو مات كلاهما هنا. تركت السكين تسقط أرضا، ابتسم وهو يقول: انتهى وقتك يا سوزو الصغيرة. وضع يديه على فمها ليخنقها، سيكون الأمر سهلا. تركها وهو يبتسم قائلا: عليك أن ترتاحي. سمعت صوتا يأتيها من أدى، كان صوت طفل يرتعد خوفا وهو يقول: أنا آسف. كان صوت سامي. نظرت لأدى، كانت بخير، لم تذب. هل تخيلت الأمر؟ شعرت بالارتباك، قالت: لا. فقدت الإحساس بجسدها فعلا، كانت على وشك أن تفقد وعيها، كانت تعرف هذا يقينا. قال لها: لا شيء مهم، لا شيء مهم على الإطلاق. قادها إلى غرفة المعيشة وهي لا تشعر بقدميها. وضع يديه على جانبي رأسها كما لو أنه يحاول طرد الصداع من رأسها. تحتاج للتنفس. صرعت، تستطيع أن ترى مزهرية الزهور موضوعة بجوار المدفأة. سوز، ارتاحي، تحتاجين للنوم. المزهرية، الزهور التي تملأها كانت سوداء، لم تعش أكثر من 48 ساعة قبل أن تموت. همست لنفسها: مهمر؟ نظرت للمزهرية وهي تستكمل: علي أن أنزع الجذور. مدت يدها لتمسك بالمزهرية، كانت قريبة من أطراف أصابعها. أمسكتها، كانت باردة، باردة للغاية، مثل الجليد. هذه ليست مزهرية، أدركت الأمر، تلك ليست مزهرية، كانت جرة رماد. زأر وهو يقول بقوة: ضعي هذه أرضا. هربت منه، جرت بسرعة، كان يعدو خلفها، كان على وشك الإمساك بها. ألقت بالجرة، تهشمت على النافذة الأمامية، تهشم زجاج النافذة وسقطت الجرة أرضا. اندفع الرماد منها وملأ المكان بأكمله. شعرت به يسقط تحت قدميها وهو يقول: لا. تلاعبت الريح بالرماد، نثرته في الهواء، سقط أرضا وهو يهمس بخفوت. تحولت شفته للون الأزرق، احتضنته وهي تصرخ: أبي. كان لا يزال يتنفس لكن بصعوبة، عليها أن تقوده للخارج. أمسكت يده، كانت الأرض ملمعة مما أعطاها فرصة جيدة في جره بسهولة. حملته وقادته للخارج. بمجرد خروجها للشرفة لم تعد ترى شيئا، دارت بها الدنيا. صوت تنفسها صار ضحلا وبعيدا. حاولت أن تجره خارج الشرفة، تحول كل شيء للون الأسود. شعرت بالعشب تحت بشرتها، ومن فوقها كانت السماء زرقاء صافية. استيقظت سوز في المستشفى، كانت وحيدة في الغرفة المظلمة إلا من ضوء شاشة صغيرة. دخلت الممرضة للغرفة، بالكاد كانت سوز تقوى على الحديث. سألتها: أين أبي وأمي؟ طمأنتها الممرضة: والداك سيكونان بخير، كنتم محظوظين بما يكفي. همست: محظوظين؟ ابتسمت الممرضة وهي تقول: لقد خرجتم من المنزل في الوقت المناسب. بعد 3 أسابيع أعدت سوز لنفسها كوبا من القهوة وهي تتجه لغرفة الطعام. كان الوقت متأخرا للغاية، قريب من ساعة السحر. ابتسمت:
كان الطفل على وشك المجيء ولديها الكثير لتخبره به. والداها سيزورانها بالغد وسيأتون بهدية. تلك زيارتهم الأولى للمنزل من بعد الحادث. كلاهما لا يتذكر ما حدث، لكن والدها تأكد من عدم تكرار الأمر مرة أخرى. قام بفصل وحدة الغاز واشترى لها فرنا كهربائيا. تلك كانت طريقته في علاج المشاكل دوما. كانت تقدر له الأمر رغم أنها تعرف يقينا أن المشكلة لم تكن في الفرن بذاته. قالت: أدا، هل سامي هنا؟ ومضى ضوء الآلة قبل أن تقول: آسفة، لا أفهم هذا السؤال. انتظرت لدقيقة أخرى قبل أن يومض الضوء الأخضر. أخبرها الصوت: أدا تقول: أجل، النهاية. استمعتم إلى أدا تقول، تأليف كين كول، ترجمة محمد.